لم يأتي في القرآن الكريم تسمية امرأة سوى مريم لأجل المنفعة من تسميتها بذكر ولدها عيسى وأنه لا والد له. فالجاري في عرف العرب المبالغة في صيانة المرأة، لا الخوف من عارها كما يقوله من لا يعرف سنن العرب، فالعربي لا يأنف من ذكر اسم أمه أو أخته لأجل أنها عار، وإنما لأجل المبالغة في صيانتها. فهذا هو مأخذهم في عدم ذكر اسمها. فالأصل صون النساء عن ذكر أسمائهن حفظا لهن وغيرة عليهن مع الفخر بهن، فإن احتيج إلى ذكر أسمائهن فلا بأس، كما في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. فقال عائشة، فهذا إذا وجدت الحاجة صرح بذلك. أما الابتداء بلا حاجة فهذا على خلاف سنن العرب الذي جاء الشرع على وفقه. نعم، واضح ولا لا؟ واضح. طيب، إذا قرر إنسان من هذا الحديث من أحب الناس إليك قال عائشة، قال أن الإنسان لا ينبغي أن يستحي أنه يقول أنا أحب زوجتي فلانة، استنباطه صحيح أم خطأ؟ استنباطه صحيح إذا كان في مقام يقتضي ذلك، كأن تكون بينه وبينها خصومة فتجري فيها حكومة بحكم منه، بحكم من أهله وحكم من أهلها، فيقول مثل هذا. وأما أن يبتدئ بالحديث هذا فهذا على خير السنن الشرع ولا ما كانت عليه العرب. وثالثها، هذا صحيح المعنى لكن ما يقرب من الذي نريده، وثالثها أن المرأة تابعة زوجها، أن المرأة تابعة زوجها، ولذلك ذكرها بالإضافة إليه، فقال وامرأته إيش؟ حمالة حطب، فجعلها مضافة إليه بالضمير. والمقصود بتبعيتها كونها في كنفه ورعايته، كونها في كنفه ورعايته لا في سجنه ومهانته. فالشرع لم يأتي بهذا، وإنما أتى بأن تكون المرأة تابعة للرجل إذا كان حريصا على إكرامها وصيانتها وحفظها. وما عدا هذا من الأفهام التي تكون عند الناس من أهل اليمين أو من أهل الشمال فهي فهوم سقيمة. نعم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.